عرضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية على المستثمر عبد العزيز المنتشري غرامة قدرها 1,750,000 ريال ومنعه من التداول في السوق المالية مدة سنة واحدة بعد إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما ألزمته بدفع 2,000,000 ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء، وذلك عند تداوله على أسهم 17 شركة. سبق أن تم إيقاف المنتشر مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة 3 أشهر.